السلام عليكم، ما اخباركم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. موضوعنا اليوم ان شاء الله هو حرق الدهون. كيفاش غادي نحرقوا الدهون وشنو هما المراحل اللي كي خاصنا نتبعوهم؟ اول مرحله وكنشوفها انا هي اهم حاجه وهي التغذيه. الا كنتي كتريني بزاف وكتاكل اكثر من داكشي اللي كتريني، راه كون متاكد بان الكور ديالك غادي يزيد ويغلط. الا كنتي ما كتعرفش التغذيه فكون متاكد بانك راه غتبقى تضيع وقتك واخا تكون كتريني بزاف. كي خصنا نعرفوا بان الكور ديالنا قادر انه يحرق الدهون بدون رياضه غير بالتغذيه. كيفاش؟ النقطه الاولى اللي كي خصني نركز عليها وغادي تكون مليون في المية انت كديرها هي انك كتاكل حتى كتشبع. هاد النقطه كنت متاكد بان هي السبب الرئيسي ديال ان الكور ديالك ما كيحرقش الدهون، مع العكس غير كيخزن الدهون. فكيخصك من اليوم ان شاء الله تولي تاكل كميه صغيره، يعني ناكل ويبقى فيا الجوع، ما ناكلش حتى نشبع. غادي تلاحظ بان الوزن ديالك بدا كينزل وانت ما كديرش الرياضه. ملي كتوفق في هاد المرحله هادي كدوز للمرحله الثانيه، هي كتولي تبحث شويه في التغذيه، في كاين البروتين، في كاين الكارب، في كاين الجود فات، فيتامينات. هنا الكور ديالك كيبدا يستجيب، كتولي مثلا كتعرف بان هادي الكربوهيدرات ما غنحتاجهاش اليوم، الدهون ما غنحتاجهم. هنا كتولي بشويه بشويه كتاقلم مع الوضع، ما تجيش في دقه واحده وقول بروغرام اللي هو مثلا غيكون صعيب. فكما قلنا بانه الكور ديالنا قادر انه ينزل البوا غير بالتغذيه، فما بالك الا درتي شي برنامج بحال هذا اللي غنديروا اليوم ان شاء الله. البرنامج ديالنا اليوم غيكون هو هيت. هيت هو برنامج تقدر ديرو في اي بلاصه وبدون ماتيريال. البرنامج ديالنا غيكون كالتالي، غيكونوا فيه 10 ديال التمارين، كل تمرين كنخدم 45 ثانيه وكنرتاح 15 ثانيه، وبدون ما نوقف حتى كنكمل 10 ديال التمارين ديالي. التمارين بطبيعه الحال كيكونوا باختيارك انت. انا اليوم غنعطيك نوعيه من التمارين ويمكن لك انت من بعد تختار او لا دير اي تمارين اخرى اللي انت كتشوف راسك مرتاح فيها. الفرق بين تمرين التمرين غادي يكون عالي الشده والتمرين اللي موراه غادي يكون نازل في الشده شويه. بمعنى اخر هو انه واحد غادي يكون صعيب واللي موراه غيكون سهل منه شويه. فاول نقطه قبل ما نبداو ان شاء الله كي خاصنا نحاولوا نسخنوا الكور ديالنا ونجهزوه، حيتاش التمرين اللي غادي ندخلوه فهو عالي الشده، يعني هاي انتنسيتي. علاش سمينا البرنامج هيت؟ حيتاش هاي انتنسيتي انترفال ترينين، يعني برنامج عالي الشده بوقت متقطع. اما بالنسبه للناس اللي اللياقه ديالهم يعني ماشي توب، راني ما نسيتكمش، كل حركه انا غنديرها غادي تلقاو فيديو صغير هنايا فيه الحركه المبسطه ديال الحركه اللي انا كندير. قبل ما نورك على ستار بغيت غير ننصحكم ونصح راسي واحد النصيحه، هو اننا فريمون غادي نعياو في هذا التمرين هذا، ولكن كي خصنا نجهدوا ريوسنا، يعني نضغطوا على ريوسنا شويه باش هكا نقدروا نستافدوا من البرنامج. غادي نخلي الفيديو متلوخ نون ستوب. التمرين الاول بيربيز، حاول ما امكن دير المجهود ديالك، داكشي اللي قدرتي عليه ديرو. كيف ما كتعرفوا 45 ثانيه راه ما سهلاش، يعني حاول ما تضغطش راسك في الاول، سير بالعقل. المهم عندنا هو انك الفتره ديال التمرين كامل وانت خدام. نص ديال التمرين دابا كون متاكد بانه في الاخر ديال التمرين غتعيا، تما فين كي خاصك تضغط على راسك. اوه كنرتاح 15 ثانيه ونوجد راسي للتمرين اللي موراه. التمرين اللي موراه غيكون الول سيت، كنتكع على الحيط وكنجلس بحال جالس في الكرسي. حاول 90 درجه تكون عندك في رجليك. واحد النقطة في التمرين اللي غيكون نازل في الشدة بحال هذا، حاول ترجع الأنفاس ديالك، حيت التمرين اللي موراه أكيد غيكون صعيب وكيخصك تعطي الطاقة اللي عندك كاملة. أكيد التمرين راه صعيب، غتحس بأن الكوادريسيف ديالك شاعلة فيهم العافية، ولكن تركز غير على النفس وأنك خاصك ترجع الاكسجين ديالك باش تخدم التمرين اللي موراه تخدمو مزيان. خمسطاش ثانية راحة راه بغي كدوز. التمرين اللي موراه غادي يكون البوش اب واللي موراه البلانك. حاول توجد راسك. 45 ثانية ما سهلاش، حاول ما تزربش. المهم عندنا هو نبقاو خدامين الوقت كامل نون ستوب. هادشي علاش ليكم ما تزربوش، هادشي علاش راه فغيمون غتعيا. حسيتي براسك عيتي؟ المهم ما توقفش واخا تقال الحركه ديالك. ها
الله يا رب الله صراحة التمرين ما سهلش. التمرين اللي موراه ان شاء الله غادي يكون فلانك كما قلت لكم التمرين اللي كيكون شويه نازل في الشده حاول تنفس فيه مزيان. واحد النقطه ركزوا عليها في هذه هو ان لي زابدو كيخصهم يكونوا مشدودين ولي فيس حتى هما كيخصهم يكونوا مشدودين ما تكونش مرخي رخي ظهرك هنايا ولا ريسبيراسيون تكون سريعه. كما قلت لكم هذا هو الدور ديالنا واننا كيخصنا نوجدوا التمرين اللي موراه. التمرين اللي موراه ان شاء الله غادي يكون سكوات جام يعني كندير سكوات فاش كنت مطالع كنقص. حاول دير المجهود ديالك إذا ما قدرتيش أنك تنقز تقدر تكتفي غير سكوات عادية. شوف كيفاش كنقز لي فيس ديالي كيمشيو لور قدامي كيتحطو في الأرض ما كنضغطش على سبعان رجليا ظهري ديما مقاد. الله يا رب الله فكما شفتوا الاثار ديال التمرين بدات كتبان عليا بديت كنعيا خاطر دخلت ديال العق بديت كنعرق. التمرين اللي موراه غادي يكون الوول سيت الوول بلانك كندفع الحيط و ميم طون كنسيغي لي زابدو هادي بحال البلانك كيما كنسميوها بوكينال ولكن بطريقة صعب غتحس برجليك شويه كيزلقو حاول ما امكن ديري الوضع شويه راسك حاول تدخلو لتحت ما تخليش لفوق سي غير لي زابلو كل ما كانت كتطلق رجليك وكتحاول ترجع كل ما كيصعب التمرين. التمرين اللي موراه غادي يكون الكانش لي زابدو تقدر تخدم رجليك لتحت وتقدر تهزها لفوق اوكي حاول طلع حاول تعطي المجهود ديالك كما قلنا التمرين اللي موراه في نفس البلاصه غير هي غنخدمو بدون حركه يعني ستاتيك هايزوميتريك غنحاول ما امكن نهز قدامي من الارض نسيغي لي زابدو بالحدية ونبقى ثابت ما ننساش نحاول نجمع السفل حيت التمرين اللي موراه غيكون صعب ان شاء الله. راه غتحس بالعيا ماشي ما غتحس ولكن راه تما فين كاين هاد السيف هذا فاش كيعيا لوكو وكتزيد تفورسي راسك. ها 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 ها
المرحلة الأخرى هتكون صعيبة، هنديرو السبليت سكوات ولكن كنقز وكنشونجير ليها. هذا صعيب بزاف، حاول إلا ما كنتيش أدفانس غادي نعطيك الطريقة اللي غتقدر تخدم بها. شوف كنقز كنشونجير ليها، كنحاول نشد التوازن، نركز بالنظر ديالي في البلاصة وحدة، ما نبقاش ندور عينيا باش هكذا تبقى تخدم. نقاد حركة ما سهلاش، هادشي علاش كنقول لكم ريكوبيري في الموفمون اللي كتكون لو انتنسيتي. ها 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 ها. اوه واو، كتبقى لنا اخر حركه، حتى هي ما سهلاش ولكن ماشي بحال هادي. غادي ننزلو بحال غنديرو بوش اب ونبقى مبلوكي، نبقى مبلوكي هنا، تي غير لي زابدو، خلي غير التيس ديال البوح يولي قدام. غادي تحس بان صدرك 30 ثانيه غادي يترعد، تما فين بغينا نخدمو، تما فين غنضغطو على راسنا، تما فين غنموتيفيو راسنا. إلا لاحظتوا هنا صدري غادي يترعد، كل غادي يبدا يترعد. ما نساوش النفس ديما خصو يكون سريع، التنفس ديالك يكون اغريسيف على حسب خدمتك. دير مجهودك، ضغط على راسك، حيت راه حتى واحد ما غايتريني في بلاصتك. الله يهديك. هكذا كنكونوا كملنا 10 ديال الدقائق نون ستوب. كما شفتوا مره كيطلع الريتم مره كينزل شويه، هنا في كاينه الاستفاده. فحاول ما امكن كما قلت لك ضغط على راسك وتبدل مجهودك. عييتي حاول تضغط على راسك، ما عييتيش حاول تبدل الموفمون، حيتاش راه ماشي في النيفو ديالك. واحد نقطه واحده اخرى بالنسبه للناس اللي هما جاتهم 45 ثانيه صعيبه، حاول تنزل الوقت، دير 30 خدمه و30 راحه. شحال كيخصنا نديروه من مره في النهار؟ تقدر ديرو جوج مرات، تقدر ديرو ثلاث مرات، تقدر ديرو يوميا، تقدر ديرو نهار نهار لا، على حسب الخدمه ديالك، على حسب الوقت اللي عندك. وهكذا زيدنا كيف ما شفتوا ودوزنا حصه زوينه، استفدت منها انا واستفدتم منها حتى نتوما. فما بقى لي الا نقول لكم تهلاو في ريوسكم وان شاء الله نشوفكم في فيديو جديد. السلام عليكم.